بالنسبة للبدايات ديالي كانوا كأي رياضي هو صغير، أنا دخلني الوالد ديالي النادي بحكم هو كان كيدير تايكوندو وكان صديق ديال الأستاذ ديالي، هكاك بديت كنمارس الرياضة باش نحاول نحافظ على الوزن ديالي اللي كان زايد نقصه ونحاول نحافظ على صحتي. صافي بشوية بشوية حتى بديت كنبغي داك الرياضة، وبداك الساعة دخلت العالم ديال البطولات و... صراحة كانوا العائلة ديالي كانوا مسانديني من الأول، كيف قلت لك راه بابا هو اللي دخلني، يعني ملي شافوا يعني بنتهم ما كتمشيش غير تضيع وقتها، كتمشي تبارك الله كنجيب بزاف الألقاب، السمية ديالي ولات مشهورة، الكنية ديال أبو فارس ولات مشهورة، يعني بالعكس عجبهم الحال، عجبهم النجاحات ديالي، بالعكس كانوا مفتخرين بيا كأنني واصلة لهذا المستوى هذا، يعني ما لقيت حتى شي مشكل مع عائلتي الحمد لله. الميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية للشبان كانت صراحة شي حاجة كبيرة بالنسبة لي، وهو كان هدف مسطر، يعني ما جاش هباء منثورا، كنا واخا كنت صغيرة واخا كنت يلا خديت بطولة المغرب، يعني مازال ما مجرباش كاع نلعب دوليا، ولكن كنت سطرت أنا وأستاذي واحد الجدول باش فيه المدى البعيد والمدى القصير، وكانت مكتوبة في أنني غادي نكون بطلة أولمبية في 2018 للشبان. أبار الألعاب الأولمبية الشبان كانوا بزاف الألقاب موراها قبل منها وموراها، كان بزاف دوريات شاركت فيهم دولية خديت فيهم ذهبية، كانت الألعاب الإفريقية الشبان خديت فيها ذهبية، بطولة العرب الشبان كذلك ذهبية، بعد دخلت الكبار في الشبان وليت في الكبار، يعني خديت الحمد لله نفس النتائج بقاو في الألعاب الإفريقية ديال الكبار، عندي حاليا عندي ثلاثة تقريبا ديال الألعاب الإفريقية وبطولة إفريقيا ذهبيات، كانت وحدة في المغرب، وحدة في غانا، وحدة في كوت ديفوار، يعني كلهم الحمد لله خديت فيهم ذهبية، يعني ما في المستوى ديالي في إفريقيا ديما كنكون أنا الأولى، التصنيف ديالي هو الأول. هادشي كامل كيعاونني كنخلي حنا عندنا تصنيف الرانكينغ ديالي كنجمعوا بهاد النقاط هادو ديال هاد البطولات هادو، يعني كيعاونوني بزاف باش نحسن من الرانكينغ ديالي المونديال والرانكينغ ديالي الاولمبي. والحمد لله هاد العام قدرت نتاهل للالعاب الاولمبيه اللي غادي تكون في باريس ان شاء الله. احنا دابا الساعة كنستعدوا ليها، كاينين معسكرات كاينين دابا حاليا غير داخل الوطن مع الاستاذ ديالي بدر اسماعيلي واستاذ عبد النبي السعودي، وكذلك كاينين ديزاتليت اخرين كيعاونوني دي بارتنير، كاين صوفيا العصبي، صوفيا صالح، اميمة بوماح كيعاونوني باش نكون مزيان في لي جو ان شاء الله. من بعدها ان شاء الله كاينين استعدادات اخرين خارج الوطن مع بلدان اخرين، غنحتك مع دي زادفيرسير اللي غادي نتلاقاهم في الالعاب، يعني كاين بزاف ديال الدوريات غادي نلعبهم باش نهار لو جو نكون مزيان. كيف قلت لك بهذه الاستعدادات كاملين ان شاء الله، وبهذا الحماس اللي عندنا الحمد لله، وبهذه الخدمه اللي كنخدموا، كنشوف راسنا ان شاء الله غادي نكون مزيان، غادي نكون من الناس اللي طالعين البوديوم ان شاء الله في باريس، وعلاش لا نكون ان شاء الله في المرتبه الاولى. يعني هذا الشيء كامل ما كنديروش هباء من ثورة، يعني حنا خدامين وتايقين في روسنا، تايقين في ليكيب كامله اللي دايره بيا باش نكون ان شاء الله في باريس بالولا ان شاء الله.